في هذا الجو وفي هذا المكان هذا وفوق التبن, التبن فوق التبن كنعسوا فوق التبن هاد واش غادي ننعس انا واش شي واحد غيتقبل واش وش, وش الحقوق الانسان كاينه واش شي انسان غادي ينعس فوق التبن اه البهائم اللي كتنعس فوق التبن احنا ولينا بهائم بها جالسين قدام بها الكوري ديال البهائم خوتي المغاربه السلام عليكم بعدا انا معاكم واحد مواطن اللي كندافع على ارض الدوله حنا جدنا الله يرحمه كان شدد الارض من طرف المعمر من 33 فكان تعرضوا الان لعمليه لعمليه الافراغ الجائر من لوبي العقار اللي جدلناه لنا واحد عمليه الافراغ هو ما عندوش الصيفه وما عندوش حق لان الارض في اسم الدوله المغربيه الملك الخاص فكيف يعقل باش هذا هذا هاد اللوبي العقار يدير أه تنفيذ ديال الحكم القضائي بالافراغ وهو اصلا ما عندوش الصيفة فاحنا كنطالبوا الجهات المختصه باش تدخل كنطالبوا من سيدنا باش باش في هذه النازله لان احنا عائله متكونه من خمسين فرد أو, أك او اكثر كنا كنعيشوا من هذه الارض فجاو داروا الافراغ بطريقه بطريقه جائره وخونا من الدار وحنا هزونا بواحد الطريقه خطيره جدا لان لأ لأ لان حنايا واحد العائله اللي بسيطه وفقيره وما عندهاش شي حاجه كندعو كتعولنا كان الاعاله ديالنا الوحيده هي الفلاحه وبانين بالقانون كان جدنا كريم عبد النصارى بالقانون ديالو استرجعات في 73 في الدائره ديال الاسترجاع ودار القانون ديالو ما توصلش بالجواب ديالو هاد لوبي العقار دخل على الخط ودار انه ودار ملكيه زور ما عندوش ما عندوش كيقول عقد شراء زور لان الشركه عطاتنا اتيستاسيون بان ما عمرها باعت كانت كاريه لنا من 33 حتى 33 فهد فهاد لوبي العقار دخل معاه شركاء اخرين عندهم النفوذ وداروا عمليه الافراغ بالقوه كانت المديريه الاملاك المخزنيه في صفنا دابا ولات المديريه الاملاك المخزنيه ضدنا ودخلات على الخط العماله والسلطه وجميع المكونات ديال السلطه كانوا حاضرين والبارح وجاو فرعونا بالقوه واستفزونا وبواحد الطريقه همجيه هزوا الوالد ديالي وهزوا الوالده ديالي لحوم على برا وكانوا مشاو للسبيطار وكان كنا كنصحابوا الوالد توفى واعتقلوني انا بصفتي انا كنهضر كحقوقي مع كنهضر على حقي فانا كنطالب من سيدنا يدخل لان المساله خطيره جدا المساله خطيره دابا الناس على الاغنام ديالنا وعلى البهائم ديالنا لداخل وعلى ديالنا في الحين حنا بانين بالترخيص من الدوله وعدنا عقد استغلال وعندنا لفيف عدلي وعدنا الناس اللي شهدوا في القبيله كاملين بان جدنا كان منذ ان منذ سنه 1933 اقول منذ سنه 1933 يعني 88 سنه حاليا فالوالد ديالي انا تزاد في هذا الارض فكيف يعقل واحد يجي دابا ويقول بان هاد الارض شاريه مع مع النصارى مع الاجانب اللي كانوا مستعمرين انذاك كيقول كي بلا شرف في في حين الشركه كتقول ما عمرها باعت راه حنا عندنا اطيستاسيون ديال 2016 بان ما عمرها باعت هاد الارض فهادشي ما كيدخلش للعقل لان هذا عقد مزور وباين مزور فانا كان طالب من سيدنا يدخل لان ما عنديش ثقه في حتى شي واحد وليت عندي ثقه في الصحافه الصحافه وفي سيدنا هادشي اللي عندي، ما بقاش عندي الثقة في حتى شي واحد، سيدنا خاصو يتدخل وحنا مستعدين إذا كان سيدنا بغى هاد الأرض، حنا حنا عندنا شرف لأن سيدنا ما غاديش ما غاديش يضيعنا، غايعطينا الإستحقاق ديالنا، أما هاد الناس هادو فهما أجانب على الأرض، هاد الناس جايين من فيكيك، هاد الناس ما عندهمش علاقة بالمنطقة نهائيا، كيقولوا كي حصلوا على هاد على هاد الحكم، كيف كيف يعقل بأن يتم البث في حكم الافراغ دون عقد الملكيه لان عقد الملكيه في اسم الدوله المغربيه، وهذه الناس ما عندهمش ما عرفتش شنو الوثائق اللي دلاو بها باش تقبل بعدها يفتحوا يفتحوا هذا الملف ديال الافراغ، فهما كيحصلوا على الافراغ وكتدخل الاملاك المخزنيه على الخط في الاول كانت معارضه وربحات حكم في 2020 ضد هاد اللوبي العقار بان الارض ديالها وهي اللي خاصه خاصه تدير فيها وتقرر فيها اللي بغات فدابا في 2021 كينوضوا هاد الناس ينفذوا الحكم ديال 2016 ضاربين مع هذا الحائط الحكم ديال 2020 اللي صدر مؤخرا وتيقولوا بانهما هما مالين الارض هما اللي عندهم الحق فيها والاكثر من هذا دا انهم داروا عمليه تنفيذ وحضروا شركه اجنبيه على الارض شركه ديال 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 سيكيريتي اللي شاده لنا المسائل ديالنا لداخل حوايجنا لداخل اثاث ديالنا لداخل البهائم ديالنا سادين عليهم بالجوع ما يعني هذا الشيء كنظن اننا ما عايشين في, العصر الحالي حنا رجعنا واقيلا العصر الجاهلي او رجعنا لشي عصر اخر حنا كنطالبوا سيدنا الله ينصره انا كنقول وكنعاود انا كنطالب سيدنا مباشره انا كنطالب صاحب الجلاله نصره الله لان سيدنا هذاك الملك المحبوب الملك ديالنا الملك العظيم الملك اللي دار شي حوايج اللي ما رئيس في شي بلاد دارها فانا سيدنا هو اللي يقف فيه هو اللي يقدر يعطيني حقي ويرجع لي حقي انا انا والدي مرض والدي تكرفسوا مده ديال ثلاث سنين انا كنطالب جميع الحقوقيين يتدخلوا يعني لان هذه مساله ما خاصش حقوق الانسان خص تدخل لان الناس كيعانيوا كي ودابا الوالدين ديالي على فايتين 90 سنه فكيف يعقل يباتوا في هذا الكوخ ويباتوا في هذا الجو ويكونوا في هذه البلاصه اللي فيها اللي فيها الحشرات وفيها في حين ان الارض دي الدار ديالهم اللي بانينها يا حسرة بانينها بإيدهم مسدود ليهم عليها والحويجات ديالهم مسدود عليهم عليهم ما عندهم لا ما عندهم لا حتى شي حاجة الناس غير الناس كيتعاطفوا معانا غير الجيران كيجيو لنا كيجيبوا لنا ما, كي ما ناكلو ما بقيناش كنعسو كن بالليل ما حنا ما كنعسوش كن حنا ما نعسناش دابا مدة ديال ثلاثة الأيام ما كنعسوش كن أنا كنطالب سيدنا يتدخل في هذه النازلة وشكرا لكم ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام